هنا يقرب مستشفى مولاي يوسف بالدار البيضاء في اولى حاله مصابه بفيروس كورونا. هويه هذا المصاب هو مغربي مهاجر بالديار الايطاليه، جاء من مدينه بيرغامو، عنده 39 سنه وكاين هنايا في الحجز الصحي في الطابق الثاني. كاين تكتم شديد وكاين حراسه امنيه مشدده على جنبات المستشفى باش ما يدخل حتى واحد. الناس متخوفين، ما عارفينش على هذا الفيروس اشنا هو، اشنا هي طرق العلاج ديالو، اشنا هي طرق الوقايه ديالو. نتابعوا جميع. كانت عندي واحد الخدمه هنا وسمعتها نهار الحد، سمعتها ولكن قلت تقدر تكون تقدر ما تكونش، ولكن هيا بصح النيت يعني كل شيء ممكن، اي واحد كيقول شي حاجه كتكون بالصح. على حسب العلم ديالي ان وزاره الصحه يعني صدرت حاله قادمه من ايطاليا، والحمد لله على حسب بالنسبه لوزاره الصحه كتقول ان الحمد لله الحالة مسيطر عليها، الحالة الحمد لله تحت السيطرة، تحت الطاقم مشكور يعني من أطباء اللي أكفاء بإذن الله تعالى. فنتمنى إن شاء الله تكون هذه آخر حالة، ونتمنى إن شاء الله أن يعني المغاربة ما يخوفوش. الحمد لله النعمة اللي كنا نعمنا بها الله سبحانه وتعالى هو نعمة الإسلام، فالحمد لله إنسان يكون غير يعني قوي بالقوة ديال الإيمان الحمد لله، ولا شيء الحمد لله يكون دار باذن الله جميع المسلمين والمغاربه بصفه خاصه. انا انسان كيخاف، كيخاف على راسه وكيخاف على ولاده، حنا اصلا ما نبغيوش هذا الفيروس يتقاس، حنا مسلمين ما نبغيوش حاجه خايبه لاي واحد، حتى واحد ما نبغيو ليه. هادشي اللي انسان كلشي كيتخوف، كاين اللي مصدق كاين اللي ما مصدقش، هادشي اللي كاين. المهم بالنسبه للفيروس الفكره اللي عندي ليه فكره يعني عامه من خلال المنابر الاعلاميه، فالحمد لله انسان الوقايه ديالته هو انه يتجنب الاماكن اللي تكون فيها واحد الاكتظاظ وتكون فيها واحد التجمعات يعني اللي كتكون خصوصا بالمستشفيات. انسان دائما يدير الوقايه ديالو، ومن الاحسن لكان ديك ما عرفتش الاسم ديالها بالضبط، الحكومه ما تكون من الاحسن، والوقايه دائما خير من الف علاج. ما درت الاحتياطات لا والو، يعني ملي ولات دابا الحاله ومتاكدين منها خاص الانسان ياخذ احتياطات ديالو، وكل شيء عند الله. لا انسان كان غادي يتأدى ولا غادا، راه معدو ما يدير داكشي ديال الله. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.